كنت داخله المطبخ وشفت سحر بتحط في الشرب حاجه من الازازه اللي في ايديها رحت خرجت مره تانية من غير ما تاخد بالها بقى كده بقى كده يا غرابى البيت انتي انتي اللي كنت عايزه تتخلصي مني اصبري عليا بس اخدت بعضي ورحت وقعدت على السفره بكل براءه الاكل اتحط وهي غنفت الشوربه في طبقي طب والله والله يا مرات ابويا مالك عليا حلفان ما, علي ما تعرفيش انا بعزك ازاي وعشان كده بقى محدش حدش هيشرب الشربه دي غيرك انتي انا حاسه ان انت هفتنه اليومين دول لقيتها بصت لي بكل توتر وقالت لي لا انا مش بحب الشوربه قد انا عاملاها علشانك انتي اشربي بس اشربي انتي وقولي لي رايك ابدا ان شاء الله عدمك ما حدش هيشربها غيرك يا غاليه يلا يلا افتحي بقك المعلقه دي رايحه لبق مين راحت زقت ايدي وقالت ما قلتلك مش عايزه هو انت مش بتفهمي؟ راح عمي هو اللي رد عليها وقالها ليه ده يا ام سمر البت بتاكلك بتعملها في ليه؟ يا ستي كلي منها وما تكسفيهاش يعني هي معلقة هتضرك بايه؟ جدي قالها كده وهي غصب عنها كلت معلقتين وبعدين قامت جري من على السفره ضحكت بكل شماته ولقيت حمد بصصلي باستغراب وكان لسه هدوء الشوربه رحت شديت المعلقه من ايده واه انت اتجننتي إياك بتشد المعلقه ليه؟ ومرة واحدة لقيتهم يبصلي كلهم، هو أنا بقيت عمالة أفكر أطلع منها إزاي المرة دي. أصلي أصل أنا بحب الرسمة اللي على المعلقة دي، بس شكلها حلو أوي عليها فرع شجرة كده، تحسها مميزة. وأول ما قلت كده، راح مضيق عينه وهو شاكك في الكلام اللي أنا بقوله، ما بديهاش بقى، ما أنا مش هسيبهم ياكلوا الشوربة. معلش يا جماعة، أنا هسحب الشوربة منكم عشان هي بردت وعايزة تتسخن، هسخنها بس ثواني وهرجع على طول. وفعلا شلت الشوربة. ودخلت على المطبخ ورميتها في الحوض وكنت لسه اخرج من المطبخ كان حمد واقف قدامي ما هو انت هتفهميني دلوقتي انت بتعملي ليه كده عشان قسما عظما لا احبسك في الزربه مع البجر هي سايبه جدي اصلا مش هيخليك تعمل كده بلاش بقى تهبي منك عشان ممكن اصوت واتبل عليك واقول مثلا ان انت بتعكس اللي لقيته مسكني من ايدي جامد وقال لي اتعدي يا بت وقولي في ايه كنت حاطه ايه في الشوربه اه سيب ايدي انا ما حطيتش حاجه فيها دي سحر هي اللي عملت كده وانا لما شفتها خليتها هي اللي منها كدابه مرت عمي من سنين وهي بتعمل لنا الوكل هي ما تعملش كده اكيد انت اللي عايزه تاذينا ما انت تربيه شوارع اه هنتظر يعني امني إيه وكل ما احاول انسى صوته وكلامه ليا يرجعني تاني لنقطه الصفر انا مش هدافع عن نفسي اللي عايز تصدقه صدقه اصلا انا هلم هدومي واكلم ادهم يجي ياخدني من هنا جز على اسنانه بكل عصبيه واتكلم وقال لي ما فيش خروج من الدار هنا غير باذني انا انا اللي قلت روحي فين وامتى وليه فاهماني يا بنت الشوارع ملهوش وصف غير انه حيوان وما بيفهمش انا بنت شوارع اه بس احسن من يوم مره من اللي اتربى في قصور على الاقل بقى بنت الشوارع دي مش بتجرح حد بكلامها اياك اياك تكلمني مره تانيه والا وقتها مش هيحصل طيب وبعد كده سبته وطلعت على اوضتي واتصلت بادهم بالموبايل اللي كان معايا وانا مخنوقه ومنهاره من العياط ادهم تعال خدني حالا من هنا انا مش عايز اقعد في البيت ده ثانيه واحده أقعدني في السجن هيكون احسن ليا من هنا اهدي بس يا لولو وقولي لي مين اللي مزعلك حمد تاني سكت وما رديتش عليه طب والله غصب عني، أنا في القاهرة وعندي شغل، طب أقول لك على حاجة حلوة، خليك في أوضتك لحد الصبح، وأنا هاجي وآخدك ونقول ساعتها بقى جدي إننا هنقدم لك للجامعة وقتها تقدري تخرجي براحتك. طب وده وعد ولا أنت بتضحك عليا؟ أنت عارف لو طلع ده كلام بس هزعل منك وأخاصمك ومش هكلمك تاني. لا يا ستي مش كلام، أنا من متى وبرجع في كلامي يا بت، ما تعرفيش أنا مين ولا ليه؟ قفلت مع أدهم وأنا عمالة أضحك ونسيت كلام حمد ده خالص، بس مرة واحدة لقيته بيفتح الباب ودخل عليا زي التور وشد الموبايل من ايدي وكسر في الارض ما حسيتش بنفسي غير وانا ماسكه فيه طب وربنا ما يسيبك هو انت مستطول نفسك عليا يالا بتكسر موبايل ليه كان بتاعك ده طب والله لا كسر راسك وكنت واقفه عماله نط مكاني عشان اطول واضرب راسه بالروسيه بس هو طويل قوي ومش طايلاه وقفت على الكرسي ولسه هنزل عليه بالبوكس اتحرك من مكانه رحت وقعت على الارض على وشي بقيت شبه البوستر وبعد شويه دخل علينا عم وجدي وانا كنت متعلقه على الحيطه ياض هتغاب عليك ياض هضربك وهعورك خدوه من وش عشان مش هرحمه <applause> بقى وضعك يسمحلك بالكلام ده ايش حل لما كنا داخلين وانت متعلقه زي لحمه العيد طيب بطلي هكس بس عشان خاطر نصدقك الصراحة عنده حق، أنا أول مرة أتضرب، كل مرة أنا اللي بضرب، بس الواد ده غبي بشكل، مناخيره اتكسرت من الوقعة، جدي بقى يرضيك كده يعني علقني وكسرلي الموبايل هو كان بتاعه ولا بتاعه خليه ينزل لي بقى ده انا في بيتك يا كبير ومن بصه واحده بس من جدي وكان البعبع نزلني على الارض زعق له جدي وقال له يتاسف لي عشان اللي عمله فيا لا وكمان هيجيب لي موبايل احدث موديل وقال له ما يدخلش الاوضه بتاعتي دي تاني انت مش عيل صغير عشان تعمل العمايل دي حمد غلطتك كبيره كبيره جوي كمان ولا تختفر اللهم اللي شماته بس الصراحة كده بقى أنا شمتنا فيه يستاهل أحسن أحسن بس أنا بقى منحوسة وأفراحي مش بتستمر كتير دخلت سهر علينا وهي عمالة تعيط وبتقول إن مامتها تعبانة حسيت بقى وقتها بتأنيب ضمير رهيب كان لازم أرمي الشربة ما خلاش تشرب منها وفعلا نقلوها للمستشفى وعملوا غسيل معدة وأنا كنت معاهم الدكتور طمنا جدا على حالتها الصبح طلع وإحنا في المستشفى كنت مع سهر وسمر صعب عليا قوي ما خلاص بقى يا بنات الدكتور طمنا وبعدين يعني اللي زي امكم دي مش هتفلسع بسهوله كده تقصدي بكلامك ده انا اقصد يعني ان انتم امكم عمايله في الدنيا زي الفل واكيد ربنا بيجازيها خير يعني وكمان صحتها عالي العال مش هتقع بسهوله كده قولي ما شاء الله ملناش غيرها ترد حد يقول على امك كده فكرت شويه بيني وبين نفسي وبعد كده قلت لهم الصراحه مرضاش معلش يا بنات انا بخرف بس من قله النوم بفك عليكم شويه يعني بدل ما انتم مكشرين كده بصوا انتوا تبطلوا تقعدوا مع حمد وانتوا هتكونوا زي الفل اصل هو كشري بشكل هتقولي ايه واكله ناسك علي صوتك الكلمه وقفت في زوري الله يخرب بيتك هتجيب اجلي بقولي لا نفسي في الكشري مش كده برضه يا بنات ضحكوا هما الاتنين عليا وبعد شويه كانت سحر من المستشفى ووصلنا حمد نزلوا هما من العربيه وانا كنت لسه هنزل لقيت اللي بيقول لي خليكي مكانك وبعد كده اتحرك بالعربيه وانا كنت قلقانه جدا وانا معاه شكلك خايفه ما تقلقيش مش هاكلك وهخاف من ايه يعني انا عارفه كويس أوي ان انت ما تقدرش تعمل لي حاجه عشان جدي وكمان ادهم واول ما قلت كده وقف العربيه مره واحده وكنت اتخبط بس لحقت نفسي فكرك هخاف من ادهم انا اياك هو انت عايزه تفرج بيننا وخلاص ادهم ده يبقى من خالتي وكمان صاحبي مش هتيجي انت بقى وتعملي فرق بيننا وقتها هقتلك قبل ما يحصل اي شيء انا مش عايز اعمل اي فرق بينكم رجعني البيت بقى لو سمحت او حتى ريحني واسجني بدل الذل اللي انت معيشني فيه ده مردش عليا وكمل الطريق وبعد شويه لقيت واقف قدام مكان موبايلات كبير قوي نزل وشاورلي كمان ان انا انزل اختر يلا الموبايل اللي انت عايزاه افتكرت ساعتها كلام جدي وكنت عايزه اجيب احدث موبايل بس اتراجعت واخترت نفس الموبايل اللي كان معايا وهو كسرهولي شاورلي هو على موبايل حديث وغالي وقال اختار اللون شكرا مفيش داعي انا هاخد نفس اللي كان معايا بالظبط اختر اللون ويلا انا مش فاضل لعب العيال بتاعك ده وفعلا ما قدرتش ان انا اجادل معاه اخترت لون وخرجنا من المحل وبعد كده وصلني للبيت اما بقى في الوقت ده فكان ادهم بيدور على سيد سلكة عشان يعرف الحقيقة بس هو كان مختفي تماما ومحدش عارف له طريق كلم مخبر من الاسم وقال له ان هو يراقب المنطقة لحد ما سيد يظهر ويجيبه لحد عنده وبعد كده رجع على البلد عشان خاطر لولو هو وعدها ان هو ياخدها من البيت صوتها وهي بتعيط وزعلانه ومتضايقه كان مضايقه جدا بيتصل بيها بس الموبايل كان مقفول كنت فين يا لوجين؟ ده انا عليك اما كلتهم رجعوا وانت لا بس قالوا انك مع حمد. اصل البابا جاب لي الموبايل بدل اللي كسره وكمان احدث موديل نفذ كلامك يا كبير بالحرف احسن يستاهل اللي هو دفعه عشان يحرم بعد كده يكسر لي الموبايل. مبروك عليكي بس قولي اللي بقى هو ليه كسر الموبايل من الاول؟ الحقيقه معرفش هو ليه كسر الموبايل ده اقتحم عليا الاوضه مره واحده واخد منه الموبايل وكسره ولا كانه هالك وبعد كده سكت شويه كنت عماله افكر هو احنا اتخانقنا في المطبخ وبعدين كنت بكلم ادهم هو دخل وراح كسر الموبايل يمكن يكون اتضايق عشان حكيت ادهم وهو فاكر ان اصلا انا بفرق بينهم هي باي عليه بني ادم غامض ومحدش يعرف بيفكر في ايه بالظبط وبعد كده حطيت خط القديم في الموبايل الجديد واول واحد اتصل كان ادهم وقال لي ان هو في الطريق عشان يجي وياخدني زي ما اتفقنا بالظبط وسالني موبايلي كان مقفول ليه ما حبيتش اقول على كل اللي عمله حمد وقلت له ان هو اتكسر مني وباظ واشتريت واحد جديد جهزت الشنطه مع اني كنت هموت وانام بس مش هينفع دلوقتي وصل ادهم البيت وكمان كلم جدي ان هو يقدم لي في الجامعه وياخدني حمد كان شكله رافض جدا ومتضايق بس ساكت تماما حمد روح معاهم وما تسيبش اللوجين لوحدها انت فاهم حاضر يا جدي اللي تؤمر بيه وبعد كده خرجنا احنا التلاته من بيت جدي وادهم ساله هيعمل ايه انت شايف اللي حصل جدي الله افضل معاها يعني لو رجعت هيسالني عليها وعشان كده بقى هقعد معاكم في بيت خالتي حد فيكم عنده اعتراض يا ربي يعني انا هربانة منه سايبه البيت يوم هو جاي ورايا اكيد اكيد مش هيعمل حاجه طول ما ادهم موجود اطمنت عشان وجود ادهم وصلنا البيت وكان هادي جدا الفيلا جميله شكلهم كده هم كمان اغنياء تعال يا لولو تعال اعرفك على امي هي اه مش بتتكلم بس اكيد هتحبك وهتقول لها بقى على كده من دي وبتعمل ايه هنا هتقول لها انك جايبنا الشاله تقعد معاها في البيت ما احنا خلصنا من الموضوع ده يا حمد وهي وعدتني انها مش هتعمل كده تاني هو قال كده رحت ضربت ايدي في جيبه من غير ما يحس واخدت منه المفتاح عشان اضايقه والمحفظه كمان مش انا نشلة طب وربنا اللي هوريك يا حمد وبعد كده عملت نفسي مش واخده بالي وكنت عماله اتفرج على البيت بس كان جوايا كده احساس غريب ان البيت دوت مش غريب عليا يمكن عشان شبه بيت الجد واحنا بنتكلم سمعت صوت خطوات على السلم حمد كان بيكلم واحده كيفك يا حبيبتي عامله اتوحشتك كتير كان عندي فضول جامد جدا اعرف هو بيكلم مين بس هو عامل زي الحيطه واقف قدامه ومش شايفه شكلها واخيرا البعبع اتحرك بعيد وشفت ست عمر ناديه تقريبا وشها جميل ابيض كده ومنور لقيتها بتقرب مني وبتبص لي بحنان حطت ايديها على خدي وعيونها دمعت دي تبقى بنت عم حمد جايه بس تسلم عليكي وتقعد هنا يومين ومره واحده لقيتها شدتني في حضنها وانا لقيت نفسي بعيط انا عمري ما كنت حساسه ولا بتاثر باي حاجه ده انا كنت بتفرج على المقطع اللي أبكى الجماهير ومش ببكي ايش معنى يعني المره دي القلب اتخطف بالمنظر ده اول ما شفت مامة ادهم نهار اسوح انا بقيت حساسه ولا يا جدعان وبعد شويه كنت قاعده وكانت ماسكه ايدي وعماله تبص لي بكل حب سمعت حمد بيقول لادهم انا ما خبرتش البت دي عن عمل ولا ايه جدك الاول ودلوقتي امك على فكره انت الوحيد اللي مش طايقها البنت ما شاء الله عليها تنحب وفيها قبول نفسي اعرف ايه بينك وبينها علشان ما تجهاش هو انت بتكدب الكذبه وتصدقها الها نبدينا الشاله حراميه يا ادهم ما تقنعنيش ان واحده زي دي هتكون في يوم وليله محترمه بلاش يا حمد تجل منها مش هنفضل نتكلم في الموضوع ده كتير انا خارج عايزه حاجه يا خالتي وساعتها بقى شاورت له براسها لا منطقة عصوله قوي يا ادهم ما شاء الله عليها شاورت لي براسها انا كمان وقالت لي لا ما فهمتش هي عايزه تقول ايه بالظبط مالك يا امي انا مش فاهم انت عايز ايه طب خد الورقه واكتب اللي انت عايزاه وفعلا جاب لها ورقه وقلم وهي بدات تكتب هو انا وادهم كنا واقفين وعايزين نعرف هي عايزه ايه بفارغ الصبر والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا استنوني في حلقه جديده باحداث جديده وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصه جديده